한마디만 걸러? أنا ما أقول لك اللي تابع في القضايا نتاع المجتمع كان سيسوا المجتمع في الطلبة كان القضايا الساخنة في المجتمع والآن نمر لحلقتنا المساعدة وبعد شوية برجع اللي الطالب التونسي عنده برجع مشاغل والطالب التونسي ديما يسعى لل شيخ حق الأرقى والأفضل لذلك اليوم جانا طالب تونسي يحب يوصل صوته صوت الإشراف لذلك نستقبله معنا الطالب التونسي حامد ملاط حبك عنا برشا مشاكل سي علي اقسم بالله انا قول لنا منين جيتنا حمد الله جيتك هكا لا وين تسكن مسقط راسي مسقط راسي مسقط راسي القنوان الشقيق وين قريت اي عاد انا ساعه انا وين قريت حسب رايك قلت في البيوتكنولوجيا انا قريت لو تعطينا لمحه على حياتك بسم الله لمحه سي علي لمحه على حياتك وين قريت انا قاري 15 سنه وبعد نخرج من بعد بطه هذاك هاي واضح سي حمد الله انا اليوم جيت سي على قلبي معاه بنحب نفرض والله سي على فريقي ولا ما عادش يبرد راه عمري ما نقول عندي ما نقول لك كيف ملك الحق انك تستضيف نتحب ولي دوا تعطينا المشكلة اللي تستعليني يعني ما نقول لك سي علي رانا عفزه في الفاك ما عندناش خدمه كي تخرج بعض انت في الفاك ما عندناش ما انا مره كرشي ترجل عديت طول التواليت ريفز غاد وهي كرشي ترجل ما خلطتش عليها من واحد سي علي افهم سي علي تبدا تريفز وتشم في ذيك هيا سي علي تسيبنا برافو باهي تو كان ناخذوا الامور سيريوزمون انا سيريوزمون سي علي هذاك هو الواخ اسمه سيريوزمون برافو تادي نخرج مش باش ناخذ مراه انا زرت القرايه نتاعنا سامحنا شويه ما تسامحكش سي علي خلينا نفهموا بعضنا انا وين تو سي علي نفهموا معاكم انت متخرج من المعهد العالي للتكنولوجيا في المنصير اي متخرج اي خا متخرج اي وانت تستفد من التخرج واش بيه هذا بس علي سي علي اسمعني انت عندك كهرباء مرسيدس وتاخذ 3 ملايين على ميسيون راني انا قلت لك خرجت بطل خرجت بطل طالب اليوم وزير ولا مسؤول يجي يحكي معايا ما حاولتش تخدم في قطاعات اخرى اي خدمت في قطاعات اخرى خدمت برشا قطاعات شنو مثلا والله خدمت في المرام فهمت تردون المرام خدمة شريفة أكيد أكيد بس يعني خدمة أسمع وراني راجل ونجيب الفلوة صراني فهمت أما المرام عليش أنا ملوح ناقرة 16 سنة باش نباع عند شدنا مرام حسبي يا سي علي يعني ما حاولتش أنك شو بيشدني في حاول هذا حاول سي علي شو تفهمني سي علي نحب نخدم نحب نلبس طابلية وندخل لابوراتوار ونعمل الكيسير هاي اش بيني واضح عندك مطالب ان شاء الله اي عندي مطالب انت عندي ما نقولك شكون طالب اليوم اسي علي قداش قاري انت بعد البارك 28 عام انا طالب سيد الوزير شخصيا اذا مش سيد الوزير اش هو هذاك اللي شاد البيت اسمه نوفل واش مي اهم المطالب يا رسول الله اهم المطالب يستعفوا بينا بعد ما نتخرج يعطيونا خدمه ويعطيونا مراه وكهرباء هاي وعايش كسي علي راني نحب كل وين والعزوزة دي ما تفرج بيقول لك فلا ذي سامح وبعد حمنا معك سيلفي الهزة للعزوزة هاي يا سي علي شغن وظيفك
شاء الله اليوم صوت الإسعاف زملائي في الحافلة يقولوا لي إني يمكن يجينا الوزير اليوم. هو في بالي في قمارة ترى. يمكن يجينا خاطر هذا موضوع كبير ياسر وهام ياسر. حمد الله ترى أنا اليوم اللي عندي ما نقول لك حبي قابل الجيرة. كبير ولا الوزارة ما تنجمش تحققه له. أنا نشوف الاستوديو الفرعي مع زميلة مروة. مروة أنا عندي ضيف هل وصل إلى تونسية؟ شي بودرن الحمد لله. إن شاء الله ما تعبتش في جايينا. لا ما تعبتش بعد التوب. عندك صغار؟ اي عندي زوج. عندي زوج. عندك مرأة ولا اثنين؟ لا عندي اثنين زادة. عندك بلا ولا اثنين؟ ما عديتهمش الحق عربي. عندك بلا ولا اثنين؟ ما عديتهمش الحق عربي. ما عديتهمش. قداش عندك بالكهرباء؟ كهرباء جابتني وكهرباء اللي خليتها في البيرو وكهرباء بتاع الوزارة والكهرباء نسيت. ربنا يزيدك كمان وكمان. تفضل مع اخونا عبد الخاصم. شوي وليك سي علاء. انا سيد الوزير. مرحبا بك سيد الوزير. ما عندكش في مخك شكون ينجم يكون جابك لعندي من قبل؟ ولا يدي وصلوا دخلوا لي كوزير ورشحوا لي تلمو. ما عنديش مشاكل يعني مع الناس يعني ما عندي حد حد نتصور واحد جاي باش يشكر لي ولا حاجه. الوزير يعني نسب البطاله في تونس مرتفعه جدا. شكون اللي قال؟ يعني هي امور مما لا شك فيها. هذاك راهو يتسمى حبر على ورق كما يقولوا بعض المتفاوضين واللي يعملوا في الجرافات حبر على ورق. لا 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 سيدي الوزير هذا المقابيه. وقل لك اللي الاضرابات اللي قاعده تصير في المدارس في المعاهد وفي الكليات هذه تبرك راهو يجيو يسووا كعبتين ويجيو يعيطوا. يكذب وحاشا ولدي. رد بالك ما تاخذش الكلام بتاعك. سيدي الوزير سامحني في كلمه. انت في برجك العالي وتوا تقول اني عندك ما عنديش برج عالي. ما عنديش كرابه. عندك اكثر من فيلا. ما عنديش عندك كرابه مرسيدس وكارتونات والناس مش متشر. نمر الى الموضوع الحق بتاعنا. تونس الخضراء. تونس الخضراء. مستحيل واحد يموت بشر. لا 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 هذا كلام خشبي. راهي خضراء تونس. شبعنا منه مع العهد البيت. اذا سيدي الوزير نمر مع المؤشرات اللي يمكن تقرب لك شويه. شكون استضافك اليوم في برنامج عندي ما نقول لك؟ مؤشر رقم واحد توب. نمر للمؤشر الثاني توب. ياسر الوزير ما لازم في التكنولوجيا قرايه ده مستقبل. اي في تونس الكل قرايه في المستقبل. في المستقبل يا سيدي الوزير. سيدي الوزير في تونس فما زوز من المستقبل. مستقبل مرسى ومستقبل جابر. انا راني نحدث فيك كوزير التعليم العالي مش كوزير الرياضه يا اخي. يا سي على شنو هي مستقبل مرسى؟ سيد الوزير رميا في قالب الدعابه. حبينا نلعبوا شويه يا عبد الله. اذا نمر الشهد معنا في الشاشه. شكون مستدعي؟ وزير صوفوا عطونك الامور نحكي لك الحكايه. لا 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 كات 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 كات. شنو هو؟ باش نتفاهموا باش نتفاهموا نتفاهموا على حتى شيء. شكون هذا اللي جايبه لي؟ عايش مدري شكون هذا اللي جايبه لي؟ شكون هذا اللي جايبه لي؟ سيدي الوزير سيد انا طالب تونسي متخرج من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في المنصه. يا رسول الله شنو هو البيوتكنولوجيا؟ لا 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 ما
خط انيس وخط انيس كمل لك الحكايه الاخر وتو تسمعه هو وانت تنجم عندك الحق ترد عليه. سيد الوزير انا طالب تونسي اصيل منطقه القيروان متخرج من المعهد العالي بيوتكنولوجيا بالمنستير خرجوه. هاي قصه تريوه اي بره بره ماشي بقريب شي قص الفيديو بره صايب على زمبارا سي على طالب ما يجي اليوم يمشي على هذا هو المباشر عند الوزير طالب هذاي زانا يطالب بشغل يطالب حقوق بشغل مع انه قتال بتكنولوجيا في تونس يعاني من التهميش يعاني من البطالة الطالب هذاي ايس خدمنا خدم الكل خدمنا مرمى بعد اللي باع روحه باع عمل كل شيء اسمها ما عرفتها سيد الوزير علاش تحل فيها كي انت ما عندكش خدمة من بعد والله ودي راهو مرتب يحلوها قبلي ولي جيت بيه سيد الوزير انا جبتك اليوم الحاجة باركة ران نحب نخدم حب كي نخرج من بعد بعد 50 سنة قراية نحب انا نلقى روحي فيما في لابو ونحب انا فهمتني نخد شعرية ونفرح العزوزة نهزها للحاج ونخذ كرهبة وعلاش ليه نخذ مرأة هذا إذا قعدت مرأة في تونس. سيد الوزير دخلنا ما دخلنا. سيد الوزير شوف يا عايش بدي باش نفضها في حكاية الشغل. الشغل موجود لزوز طبقات اجتماعية. ثم الطبقة حاشاك الفاسدة. وثم الطبقة حاشاك الصالحة. إذا كانك من الطبقة الفاسدة تنجم تعمل كاميون كونترا وتبقى تخدم على روحك. وإذا كانت من الطبقة الصالحة ثم كونكور ديوانة ثم كونكور حماية مدنية. ثم كونكور حرس. مرحبا بك بحذاك. لا لا سيد الوزير نقاطعك في المشكلة هذه انه طالب يقرا 3-4-5 سنين 20 عام انه لازم يلقى شغل. وانتوما كحكومة شو عايش مدي باش نبداو واقعيين. احنا رانا خارجين من ثورة وما نجموش نعملوا الشغل هذا الكل. كيفاش احنا وشنو باش نهربوا وشنو باش نعطيوا الميزانية الدولة؟ ما يجيش عاد عايش بودي ما يجيش حتى تونسي طرقت فكريكا مشكلة الاعتراف بالشهادة من لدى الوزارات المعنية. هاي توا سيد الوزير اسمعني بربي توا تقريب حاليا انتوما ميديسين مش يطلع طبيب حاليا دونتيير مش يطلع دونتيس حاليا هذيك بتاع المهندسين مش يطلع مهندس واللي يقرا بيوتكنولوجي مش يطلع تكلب بس يا عالي لحظة سي علي تو جايبو انت ولا جايبو انت لحظة سي علي خلينا نحكي مع الوزير سي خلينا نتشرابه راني مشيت قدام الوزارة يحارت فيا عبد الله ولد المنجية بالكهرباء لا يخدم عنده هادي خلينا نتكلم عاش وخاي صحيح نعرفوا المشاكل أسعيد الوزير أسعيد الوزير أنا جبتك اليوم الحاجة بارك راهو عنا زملائي مضربين في خارك وعنا زملائي يحبوا على حقوقهم وعندنا زملائي وعندي اخواتي واصحابي يستناو فيا راهم خليتهم في المستير تضرب فيهم الشمس يتبرانزي وغادي حاركوا حاركوا في لحظه سي حاركوا من الشمس يا سيد الوزير خلينا نتكلم حاضر وين يجي لا خلينا نتكلم خلينا نكمل كلامي تشبيك اسمعني سيد الوزير كان نرجع لهم انا بخبر خايب ولا نقول لهم راهو تلفني ما عنديش وجه باش نقابلهم عباد تضحي يا سيد الوزير عباد ما دخلتش تقرا سيد الوزير عباد قاعدة جيعانة راهي ما مشيتش بكري تاكل الفات تاكل والله عنا طفلة توزن 80 كيلو بعد ساعتين من الجريف عاملة ترطل عاشو خي يا سيد الوزير احسبني كي ولدك رام اخويت سيد الوزير انت قلت بكري في نقطة انه ما هو مع قانون بغراب وانت قلت ما سمعنيش
وهنا وسين عنين الكل طرقت للأفرام اللي قاموا بيه قتال بيوتكنولوجيا انتوا كم سيدة بيت في قمرت هذيك هذيك هذا سكر هزم الجاية السكرتيرة ومشي القمرت ريتك واخدها هذي ريتك واخدها والله لا تحشمها والله لا تحشمها لتعب بدل ادخلك تحت الستارة اسكت ادخلك تحت الستارة تحب تحرقني من الوزارة فهمين تحب تطلقني من المرأة كاسمة اسيد استغفر الله العظيم اسمعني يا راه صوت تطلع لي انا لا كيد هما عظيم هذوما راه غادي اقسم بالله راه مين ما قلت لك انا اليوم جيت لحد نخدم عندي قلت لك صحابي مضروبين على قرايه مضحين بقزامانيتهم ومضحين بقرايتهم ومضحين بباب العروش العيد فهمتني وانت جايني توا تقول لي ما نعرفش شنو المراه تسمع بي كلمتين اليوم سعيد وزير مصحى معك ورقه باش نرجع راس اصحابي راسي مرفوع شو عايش بدي احنا باش نبداو الحيط وتعرف التكنولوجيا هذايا نعرفه من قبل وراني نكذب عليك انا كنت ما نعرفش ورا ولا عملنا ياسر اصلاحات من قبل وهي جاريه فهمتها جاريه على الورق تخمانا طالب تونسي سيد الوزير عرفنا في هذه الحلقة اللي قتال بيوتكنولوجيا يعاني في العديد من المشاكل والعديد والأهم هو الشغل والتنظيم سيد الوزير انت يمكن ما تفرج على برنامج عندي ما تقول لك اما البراكسيب لا والله انا تفرج بسي عليه ونحبوك نحبوك احنا كوزارة بصفة عامة نحبوك من الوزارة قولوا انت هابط اللي البرنسيب تاع برنامج عندي ما نقول لك انك تقبل طلب البيوتكنولوجيا وتعترفوا بهم وتحكوا لهم مطالبهم نعترفوا نعترفوا على شتي هذاكم ولادنا هذاكم ولادنا ونعترفوا بهم وبدينا نعترفوا لينا ياسر وبعدين لازم نعترفوا والعمليه كيف بدكم مازال جاريه كيفاش تعترفوا هذا نختموا برنامج في صورة ما يعترف الوزير انه البرنسيب تاعنا يفتح الستار ويفتح الستار اليوم لازم الوزير يعترف بيكم واحنا كبرنامج عندي ما نقول لهم يتبعكم للوزارة كاميرات اخونا مهدي ويصحح ويشوف ويصور التصحيح متاع الوزير على مطالبكم سيد الوزير سؤالي لازم تكون اجابته بين عام او لا يفتح هذا الستار انكم تعترفوا بقطاع التكنولوجيا لا ودي ما نفتح الستار سيد الوزير لأسباب فوق نكرر لك سيد الوزير نتاعي سيد الوزير سيد الوزير نكرر لك سؤالي نكرر لك يعني هذا طلبة سيد الوزير طلبة أولادنا أما الستار مش سيد الوزير ومعناتها والفلوس اللي خسرها عليهم والديه وال تعرض له الطالب تحبوا يعني. الوزير يعطيكم حل تو اعطيتكم حل في الكونترا ولا في الديتابيت سيد الوزير انا مش حل انا مش حل سيد الوزير انت تحب تدخل لبنان في حيط سيد الوزير لا مش حل دخل في سيد الوزير ندعم الاقتصاد سيد الوزير نعاود لك سؤالي عن تفتح الستار تعترف بطرف وانا نعاود لك جوابي سي علاء للمره الثانيه ما تفتحش الستار شكرا لك مره واحده شو عليك يا خواتي انت تعمل وزير انت تعمل